بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم جدا من كنوز السنة، بشرى عظيمة ونية عظيمة إن أنت استحضرتها واحتسبتها حصلت ثوابا عظيما. ما من مسلم أو أي شخص إلا يتعرض لحوادث نصب. ما في لا أظن أن لا أظن أن أن إنسانا على وجه الأرض لم يتعرض لحادثة نصب. كل الناس ينصب عليها أو يسرق منها أموال، قليل كثير، لكن لازم تحدث الإنسان حوادث نصب، وهذا المال غالبا لا يرجع. استحضر هذا المال أنه له أنه سواء أن لك به ثواب صدقة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ده غير أنك أنت لك ثواب المظلمة، يعني هتختص من الشخص اللي ظلمك أو سرقك يوم القيامة. طب إيه الدليل؟ وليه بقول لحضرتكم الكلام ده؟ لأن بعض الشيوخ قالوا لا ما ينفعش، دي مظلمه ما تنفعش تكون صدقه. لا، الكلام ده غير صحيح. هقول لحضراتكم الدليل القاطع من السنه عشان تستحضروا الثواب العظيم. لكن ما ينفعش انك انت تحتسبها من الزكاه. الزكاه شيء والصدقه شيء. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا الا ما كان له الا كان ما اكل به له صدقه. وما كان سرق منه الا له صدقه. انتبهوا لكلمه السرقه دي. وما كان اكل منه السبع الا وما كان وما اكل منه السبع الا كان له به صدقه. والا ما كان ما اكل منه الطير فله به صدقه. ولا يزرعه او ينقطه شيء الا كان له به صدقه. يعني ايه الحديث ده؟ يعني اي شيء، يعني الانسان لو عنده ارض وبيزرع، جاء واحد دخل كان جعان كل، جاء واحد دخل جوه وسرق، عبى 10 كيلو بطاطس، عبى زرع بطاطس، سرق 10 كيلو بطاطس. واحد طير بتاكل، سبع بياكل، ايا كان انواع كل ده بياخد صدقات. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال صراحه ان الانسان اللي بيسرق منك شيء بتكتب لك صدقه بيه. يبقى طب انا اتنصب عليها فسخ في مئات الالوف، يبقى انت تصدقت بمئات الالوف. اهم حاجه استحضار النيه وتصديق هذا. يعني بعض الناس يقول لك لا دي مش صدقه، لا دي صدقه، هتحسب لك صدقه. ف انسان اذا خسر امواله او حد نصب عليه في مبلغ كبير جدا، احتسب هذا المال عند الله صدقه، وهذا ثواب عظيم. زي ما قلت لحضراتكم، لكن ما ينفعش انك انت تحتسبها من الزكاه. فهذه النية استحضرها واوعى تشك، لانك انت لو شكيت انها مش هينفعش تكون صدقة، من الجائز ان ربنا سبحانه وتعالى اللي يعطيك ثواب الصدقة، لانك انت شكيت في سواء في فضل الله وشكيت في ثواب الله، فهي تحسب لك صدقة، فضلا عن ان لك مظلمة ستقتص من ظالمك يوم القيامة بقدر هذه المظلمة. ولا هكتب لكم الشرح الكلام ده في الوصف، نسخوه ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.